طيب مين الأقرب للتسجيل في مباراة السبت؟ الكفة رايحة فين؟ لو سألت أي حد أهلاوي طبيعي جدا هيبقى مطمن جدا إن شاء الله إن الأهلي الأقرب وإن موسيماني الأقدر، بس هل نجوم الزمالك عندهم هذا الإحساس؟ هذا الرأي ولا لا؟ واحد من نجوم دفاعات الزمالك الكبار بشير التبعي، الرأي مين اللي طريقته تخليك تقول ان هو هيجيب جون في المغرب، الاهلي ولا الزمالك؟ لا الاهلي. الاهلي اه مع موسيماني. اه رايك ايه في موسيماني؟ بص، انسب قرار خده النادي الاهلي هو ان جاب الراجل ده. لا والله. تقول لي ليه؟ اقول لك لان هو جاب، بص يعني ايه، الراجل المناسب في الوقت المناسب في المكان المناسب. راجل بقى له فتره كبيره موجود في افريقيا، حلو قوي، شايف الفرق دي كلها، عارف النادي الاهلي كويس، عارف الرجاء، عارف الزمالك، شايف. ما جابش حد من بره خالص لسه جاي يبص وجاي يتعرف على الناس، لا ده راجل يعني اعتبره مدرب مصر عايش، بس ايه شخصيته قويه. فده كان انسب قرار النادي الاهلي جابوه الراجل ده، يعني التفكير مش سهل يعني بتاع النادي الاهلي. انا اتفق معاك بنسبه 100%. يعني كابتن بشير يعني بيقولها يعني من باب يعني ماشي كويس كويس، كل دي اراء ممكن تؤدي الى انك يعني تهدئه في اتجاه انك انت يعني تبقى يعني واخد خطوه كده وحياديه مطلوبه في الوقت ده. طب وابراهيم سعيد رايه المثير ايه؟ مباراه بيراميدز، ودي حلو ان احنا نتطرق في النقطه دي، بان ان هو مدرب. وانا الحمد لله من ضمن الناس اللي كان ناس جوه النادي في الاهلي هاجموه وازاي ومش ازاي، الحمد لله اول واحد قلت ان المدرب ده مدرب كويس. انا بحترم، والله انا بحترم ماشي. المدرب اللي هو مدرب كوره. مباراه امبارح موسيماني ادارها بشكل كويس، بيلعب قصاد فرقه قويه، اسماء تقيله، عندهم خبرات. اطرد منه واحد في بدايه المباراه، ضيع ضربه جزاء. قدر يوقف اللعيبه، اصابه كهربا امبارح، اصابه ايا كان، بص الظروف كلها كانت ضده. تعرف ان فاروق ان المدرب بيبان في المواقف دي طبعا. اي مدرب تاني بيتلخبطوا، ما بيعرفوش يعملوا ايه، ده ولا ممكن يجيب الباك يمين في الباك شمال، ممكن تاريخه كبير، خلي بالك. هو غصب عنه بيجي له حاله توتر، ده معناه ان هو مدرب ليه تقل، تقيل، بيعرف يفكر كويس، بيعرف ياخد القرار. قدر ان هو امبارح لحد المباراه ما خلصت فريق النادي الاهلي بيقدم مباراه كانهم 11 لعيبه ما نقصوش واحد. عارف في فتره قليله قدر ان هو يلم المقومات الاساسيه عنده في الفرقه. تمام. ودي بدايه مبشره كويسه. موسيماني من خلال ماتش امبارح. لا باين امبارح بصراحه. أوكي. يعني حاجه تحترم، وانا يعني انا بدعم المدربين اللي بالشكل ده، بحبهم جدا بصراحه، لان بيتحط في مواقف صعب فقدر ان هو يخرج منه، وقدر ان هو يخرج منه وسط فريق كمان. انت بتتكلم فريق بيراميدز من الفرق القويه جدا ومن الفرق الثقيله، وفي منافسه ما بينه وبين النادي الاهلي يعني. فطبعا ان هو يخرج بالتعادل فهو مكسب، وادى ثقه برضو للجماهير، وادى ثقه للعيبه قبل ما يسافروا. فده في الاول والاخر بتمنى التوفيق للنادي الاهلي، لان داخل على مباراه صعبه جدا قصاد الوداد، خصوصا كمان ان هو لسه خسران الدوري المغربي. فده خد بالك هيبقى يعني هيبقى عارف الوداد هيبقى قصاده بس الحصول على بطوله افريقيا، عشان خاطر لان جماهير النادي الوداد السنه اللي فاتت هو كمان خسرها في النهائي، فهو عنده دلوقتي يعني عارف الدافع هيبقى اقوى من الاهلي. فلو الاهلي ما عندوش نفس الدافع وازيد هيبقى الموضوع صعب عليه. طيب. بس الى حد ما مباراه امبارح كان ليها يعني نوع جزء معنوي للعيبه، وجزء بشكل كبير جدا ان هو اللي يقدر يدير المباراه في الفتره اللي جايه قصاد الوداد ان شاء الله. طيب.